بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، الانطلاقات تتواصل ضمن هذا المهرجان، مهرجان اليوم الوطني السنوي للمفاريد لدورته السابعه هنا على ميدان التحدي، هنا في ميدان الشيحانيه لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وهذه هي أجواؤنا وهذه هي تحدياتنا، رياضة الهجن العربية الأصيلة التي تجمع القلوب وتجمع القبائل والشعوب، وكل ما فيها محبب ومرقوب وجدت لتبقى وستبقى بإذن الله إلى الأبد بفضل دعم أصحاب السمو والشيوخ. أبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع الصدارة، وهنالك ربشة، ربشة من تتقدم في هذه اللحظات، وعمار بن علي بن عناد الخاطري يقدمها مع المركز الأول. المركز الثاني وهنالك الظبي وسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري في ثاني المراكز، ولكن من قير في هذه اللحظات على المركز الثاني. هنالك ضوء وعلي بن زيد نديلة المري يتقدم مع ضوء في هذه اللحظات مع المركز الثاني، ولكن المركز الثالث من وصلت في هذه اللحظات، وهنالك النويعس وسالم الزبداني يتواجد مع المركز الثالث. العودة مع الصدارة، العودة مع ربشة، و400 متر أخيرة ما تفصلنا عن خط النهاية، ولا زالت ربشة مع المركز الأول، لا زالت ربشة مع الصدارة، ويتقدم عمار بن علي بن عناد الخاتري، ولكن ضو واصل في هذه اللحظات. هذا الاسم العملاق، هذا الاسم الكبير ينطلق في هذه اللحظات ويتقدم علي بن زيد بن ديله المري، يتقدم هنا مع ضوء مع المركز الأول ومع اللحظات الأخيرة. تهانينا تهانينا وناموس، وأسعد الله صباحك يا مالك ضوء علي بن زيد بن ديله المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني وصلت هنالك ربشة علي بن عمار بن هذا الخاطر. المركز الثالث، المركز الثالث السياد مشعل بن حمد بن حسين البريدي. تهانينا والناموس لمالك ضوء علي بن زيد نديل.